بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. تعليق على تفسير سورة الفاتحة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة: وأما الملك فيأتي الكلام عليه، وذلك أن قوله مالك يوم الدين، وفي القراءة الأخرى ملك يوم الدين، فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به بقوله: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. وصل الشيخ رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة إلى هذه الآية: مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم القيامة، سمي يوم الدين لأن الله جل وعلا يحاسب فيه الخلائق على أعمالهم، فالدين هو الحساب. الدين في هذه الآية هو الحساب. وفي سورة إذا السماء انفطرت، سورة الانفطار، في آخرها: وما أدراك ما يوم الدين، تعظيم لهذا اليوم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. فهذه الآية تفسر آية الفاتحة: مالك يوم الدين، وهو أنه لا ينفع النفوس في هذا اليوم إلا ما عملت من خير، ولا يملك لها أحد شيئا، لا الأنبياء والرسل، ولا الأولياء والصالحين، لا يملك أحد لأحد شيئا، الملك كله لله جل وعلا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، وهذه الآية تكررت في آيات من القرآن: اتقوا يوما لا تملك نفس لنفس شيئا. فلا أحد يغني عن أحد، لا الوالد عن ولده، ولا الولد عن والده، ولا القريب عن قريبه، ولا الرسل، ولا الأولياء والصالحين، كل منهم من أولي العزم يقول: نفسي نفسي. حتى إن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يقول: نفسي نفسي، لا أسألك مريم التي هي أمي أو هي والدتي.
كل مشغول بنفسه، فهذا يفسر قوله تعالى مالك يوم الدين. فعلى المسلم أن يتذكر هذا اليوم وأن يقدم له ما يخلصه من عذاب الله، ولا يعتمد على المخلوقين ولو كانوا أصلح الصالحين كالأنبياء والمرسلين أو الأولياء الصالحين أو الأقارب، لا يعتمد أحد على أحد في ذلك اليوم يوم الدين. نعم. فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم مع أنه سبحانه مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره، عرف أن التخصيص لهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها، وبسبب الجهل بها دخل النار من دخلها. هذا إجابة عن سؤال وارد على قوله تعالى مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، وهو أن الله مالك لكل شيء، مالك للدنيا والآخرة، فلماذا خصص هذا اليوم بقوله مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين؟ لأنه في هذا اليوم لا ملك إلا له، لا ملك إلا لله، ولا أحد يملك لأحد شيئا، فالملك لله في هذا اليوم، مما يدل على عظمه وشدة هوله، وأن كلا يشغل بنفسه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لا أحد يلوي على أحد أو أحد يسأل عن أحد في هذا اليوم، ولا أحد يجزى إلا بعمله، لا يجزى بعمل أبيه أو جده أو فلان أو فلان. نعم. فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من عشرين سنة لم يوفها حقها، فأين هذا المعنى والإيمان بما صرح به القرآن مع قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. نعم، هذه المسألة التي دل عليها قوله تعالى مالك يوم الدين، وهي أن أحدا لا يغني عن أحد يوم القيامة، وأنه لا ينفع الإنسان إلا ما قدمه لنفسه في هذه الدنيا، هذه مسألة عظيمة. لو أن الإنسان أفنى فيها أياما كثيرة وأسفارا في طلبها لما كان هذا كثيرا، لأنها مسألة ترتب عليها المستقبل، مستقبل الإنسان في الدار الآخرة فيستعد له، فهي مسألة عظيمة. وإذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وخاتم المرسلين يقول لفاطمة بنته يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أملك لك من الله شيئا، أنا أستطيع أعطيك من المال لكن لا أستطيع أن أخلصك من هذا اليوم
لا أستطيع تخليصك من هذا اليوم، فأنت استعدي لنفسك في هذا اليوم. إذا كان الرسول لا يملك لبنته التي هي بضعة منه لا يملك لها شيئا في يوم القيامة، فكيف يطلب من غيره من الأولياء والصالحين ومن دونه، كيف يطلب منهم ويعتمد عليهم في هذا اليوم؟ كثير من الخرافيين يعلقون آمالهم على الأولياء والصالحين وأنهم سيخلصونهم يوم القيامة، فهذا من الجهل، مع أنهم يقرؤون هذه السورة التي فيها هذه الآية مالك يوم الدين، يقرؤونها لكن لا يفهمون معناها، ولو فهموه لم يعملوا. هذا من العجائب، ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء على ظهورها محمول. فهم عندهم القرآن ويقرؤون هذه الآية في كل ركعة من صلاتهم ولا يتأملونها، فيعتمدون على الأولياء والصالحين والأضرحة وغيرها، ويضيعون مستقبلهم الأخروي في هذه الخرافات، نسأل الله العافية. نعم. يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، لا تملك نفس لنفس شيئا، قوله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يطابق لهذه الآية. نعم. من قول صاحب البردة، أين هذا، أين هذا الذي تدل عليه هذه الآية من قول البوصيري في بردته الشركية اعتمادا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الحليم تحلى باسم منتقم، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا قل يا زلة القدم. ما لله ذكر عنده، إنما يعتمد على الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يقول إن اسمي مثل اسمه، أنا محمد وهو محمد، يبي يشفع لي بموجب الاسم، وين العمل؟ ما يحتاج عمل، يقول ما دام اسمي محمد خلاص هو محمد يشفع لي، ولن يضيق رسول الله جاهه كبير. الله يقول لا تملك نفس لنفس شيئا، وهذا يقول لن يضيق رسول الله جاهك بي، والرسول يقول يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، يا سبحان الله، مع أنه يقرأ الفاتحة ويقرأ هذه الآية وغيرها من القرآن، لكن لا يفقهون القرآن ولا يعملون به، وإنما يقلدون فلاناً وعلان، ويعتمدون على الخرافات والشبهات، ويتركون صريح القرآن العظيم. نعم. من قول صاحب المردة، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده
وبين له الطريق الصحيح هو وغيره، لكنه عدل عن ذلك وأخذ طريق النار والعياذ بالله، اعتمد على المخلوق ونسي الخالق، نسي الخالق سبحانه وتعالى. ولو أنه استغفر الله وتاب إلى الله بدل من هذا الهذيان، لو أنه استغفر الله وتاب إليه وعمل صالحا لأنجاه الله بذلك من أهوال يوم القيامة ومن كرب يوم القيامة. نعم. فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها، ومن فتن بها من العباد، وممن يدعي أنه من العلماء واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن. الخرافيون في الموالد وغيرها يعتمدون على هذه البردة ويقرؤونها ويرددونها أكثر مما يقرؤون القرآن، اعتمادا على ما فيها من هذه الآمال الكاذبة، هذه الآمال الكاذبة والخرافات الضالة. يرددون هذه البردة ويطبعونها أحسن طباعة وعلى أحسن ورق، يعتنون بها أكثر مما يعتنون بالمصحف الشريف. هذا من العجائب، كيف إن الشيطان يضل بني آدم إلى هذا الحد، يعرضون عن القرآن ويرددون البردة، بردة المديح التي فيها الشرك الصريح. فهذا من العجائب. نعم. هل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله؟ فهذه الأبيات مناقضة لقوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، مناقضة لها، لا يجتمعان أبدا، ومع هذا يصدقونها ويعتمدون عليها وهي مناقضة للآية. إذن لا يجتمع في قلب أحد تصديق الآية وتصديق الأبيات، لأنه جمع بين المتضادات، لا يجتمع أبدا. إما أن يكذب الآية ويصدق هذه الأبيات، وإما العكس، يصدق الآية ويكذب هذه الأبيات. نعم. وقوله يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، كذلك هذه الأبيات مناقضة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد لا أملك لك من الله شيئا، مناقضة. ولا يجتمع تصديق هذه الآية وتصديق هذه الأبيات أبدا، أو تصديق هذا الحديث تصديق هذه الأبيات، لأنه لا يمكن الجمع بين النقيضين. نعم. أو الضدين، ضدان لا يجتمعان. نعم. لا والله لا والله لا والله، أقسم ثلاث مرات أنه لا يمكن أن يجمع بين هذه الأبيات وبين الآية والحديث، فإما أن يذهب مع الأبيات وإما أن يذهب مع الآية والحديث. نعم. إلا كما يجتمع في قلبه أن موسى صادق وأن فرعون صادق وأن إلا إذا اجتمع النقيضان والضدان في أن موسى عليه السلام صادق وأن فرعون صادق، الضدان ما يمكن يجتمع. نعم. وأن محمدا صادق على الحق وأن أبا جهل صادق على الحق. نعم، أبو جهل هو فرعون هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عدو الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يجتمع في قلب عبد تصديق محمد وتصديق أبي جهل، ضدان
نعم تماما. نعم. لا والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيبا فارق الغربان. غرباني، نعم هذا بيت حكمة. والله ما اجتمعا أي ضدان ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. الأغراب أسود، ما يمكن يصير الأغراب أبيض في يوم من الأيام أبدا، لا يجتمع السواد وبياض أبدا في الغراب، يمكن يجتمع في غيره لكن في الغراب ما يمكن أنه يتحول ريشه من أبيض من أسود إلى أبيض. نعم. فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة ومن فتن بها غربة الإسلام. والذين فتنوا بها ليسوا العوام فقط، فتن بها من العلماء، من فتن نسأل الله العافية، علماء ضلال، والعلماء يكون فيهم علماء ضلال، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين خشيهم صلى الله عليه وسلم على الأمة لأنهم يقتدى بهم ويوثق بهم وهم على ضلال والعياذ بالله. فليست العبرة بكثرة العلم، إنما العبرة بالتحقيق، العبرة بالتحقيق لا بكثرة العلم. نعم. وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال، بل هم الذين بدأونا بالتكفير والقتال، بل عند قوله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم، يذكر رحمه الله حالة الناس معه لما قام بهذه الدعوة، الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، وأمر باتباع الكتاب والسنة، قاموا عليه عامتهم وعلماؤهم وأمراؤهم، قاموا عليه وهجموا عليه يقاتلونه ويقاتلون من معه من المسلمين، ويقولون هؤلاء خوارج، والخوارج يقاتلون. يا سبحان الله، الذي يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله ويأمر بعبادة الله وحده لا شريك له يعتبر من الخوارج؟ الخوارج هم الذين خرجوا على الحق، والشيخ ما قاتلهم، هم الذين بدأوه بالقتال، لما دعا إلى الله بدأوه بالقتال. نعم. وعند قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وكذلك لما قال إن الأولياء والصالحين عباد فقراء إلى الله، مستدلا بهذه الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، نزلت في عيسى عليه السلام الذي يعبده النصارى، وفي عزير الذي تعبده اليهود، نزلت الآية في هؤلاء، وبين الله، وكذلك في من يعبد الملائكة نزلت الآية تبين أن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله هم عباد مثلكم، هم فقراء إلى الله، يدعون الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي القربة من الله جل وعلا، هم بحاجة، لأنهم إما أنبياء وإما صالحون يدعون الله عز وجل، فكيف يدعون مع الله وهم يدعون الله؟ يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه حالة الصالحين اللي تدعونهم،
خائفون من عذاب الله راجون لثوابه، فهم عباد وليسوا مع شركاء لله سبحانه ولا يملكون شيئا. لما بين الشيخ هذا ودعاهم إليه عادوه أشد العداوة وقاتلوه ومن معه حتى نصره الله عليهم وأظهره الله عليهم وظهرت دعوته في الآفاق ولله الحمد لأنه صادق مع الله. وأما هم فالله دمرهم، دمرهم الله ولم تبق لهم بقية ولا ذكر حسن. نعم. وقوله له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. له أي لله جل وعلا دعوة الحق، فالدعاء دعاء الله هو الحق، دعاء الله هو الحق لأنه دعاء من يملك الضر والنفع والخير والشر وهو الله جل وعلا. وأما الذين يدعون من دونه فهم لا يملكون شيئا، لا يملكون لأنفسهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. الآية له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم، لا يستجيبون لهم بشيء، كما مر إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. والذين يدعون من دونه من الأصنام والأحجار والأشجار وغيرها لا يستجيبون لمن دعاهم لأنهم إما أموات في العالم الأخروي وإما حجارة وجماد لا تسمع ولا تبصر ولا، وهي الأصنام والأشجار والأحجار لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. هذا محال، لو جيت على بير ولا على فيه ماء وانت ما معك حبل ولا دلو، وقفت على البير ووضعت يديك تبي الماء يرتفع تشرب منه، يرتفع بدون حبل بدون شيء، محال هذا. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لدعوة الباطل أنها لا تنفع، لا تنفع صاحبها. فلو وقفت على الماء وانت عطشان ولا معك دلو ولا حبل ما ارتفع الماء إليك وشربت منه، كل شيء له سبب. نعم. فهذه بعض المعاني في قوله مالك يوم الدين. نعم، هذه بعض المعاني، ولا الآية فيها معاني كثيرة. نعم، لكن هذه أهمها. نعم. بإجماع المفسرين كلهم، وقد فسرها الله سبحانه في سورة إذا السماء انفطرت. نعم، هذا بإجماع المفسرين، ما ذكره الشيخ ما جابه من عنده وإنما هو بإجماع المفسرين الموثوق بهم. وأما تفسيرها بغير ذلك هو تفسير باطل. نعم. كما قدمت لك، وكما في الآية من سورة الانفطار، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والقرآن يفسر بعضه بعضا. نعم. واعلم أرشدك الله أن الحق لا يتبين إلا بالباطل كما قيل، وبضدها تتبين الأشياء. هذه مسألة مهمة، وهي أنه لا يكفي أنك تعرف الحق فقط، بل لا بد أن تعرف الباطل أيضا، تعرف الحق وتعرف ضده لئلا تقع في ضده وأنت لا تدري. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. لا يكفي أن الإنسان يتعلم التوحيد ولا يتعلم أنواع الشرك حتى يتجنبها، لأنه إذا لم يعرفها وقع فيها،
لا سيما ولها دعاة يدعون إليها ولها شبهات، فإذا لم يعرف ضد التوحيد وقع فيه، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. فمن عرف التوحيد لا بد أن يعرف ضده، نعم، حتى لا يقع فيه وهو لا يدري، ولا يعرف الصحة إلا من وقع في المرض، بضدها تتبين الأشياء. لا يعرف قيمة الصحة والعافية إلا المريض، ولا يعرف النور إلا من وقع في الظلمات، نعم. فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة، ويوما بعد يوم، وشهرا بعد شهر، وسنة بعد سنة. تأملوا، تدبروا حتى يتضح لك وتعرف أنه هو الحق. أنت لا تأخذ على طول، تأخذ الكلام على طول، تأمل وتدبر حتى تتيقن وتعرف هذا الشيء، نعم. لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم ودين نبيك فتحشر معهما. هذا هو دين إبراهيم، التوحيد وترك الشرك والنهي عنه، هو دين إبراهيم وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن عرفه وعمل به حشر مع إبراهيم ومع محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أعرض عنه حشر مع أبي جهل وأبي لهب والعياذ بالله، ما فيه وساطة بين الأمرين، إما كذا وإما كذا. فإذا عرفت التوحيد وعرفت الشرك وعملت بالتوحيد وتجنبت الشرك تحشر مع الأنبياء والأولياء والصالحين، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن أحب قوما حشر معهم، والمرء مع من أحب يوم القيامة، نعم. ولا تصد عن الحوض يوم الدين كما يصد عنه من صد عن طريقهما، نعم. إذا عرفت دين إبراهيم ومحمد، بل دين جميع الأنبياء، إذا عرفته وعملت به فلا تصد عنه، فإنك إن صددت عنه تصد عن الصراط يوم القيامة وعن الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وردت عليه الأمة عطاشا يريدون الماء، يأتي أناس من هذه الأمة ويصرفون، الرسول ينظر إليهم فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، يصرفون عن الحوض بسبب أنهم أعرضوا عن الحق في هذه الدنيا بعدما عرفوا، إما اتباعا للهوى وإما استكبارا عن الحق وإما طمعا في دنيا، إما طمع في دنيا وظيفة. إذا جاءوا يوم القيامة والعياذ بالله وهم عطاشا يصرفون عن الحق، نعم. ولعلك أن تمر على الصراط يوم، نعم، القيامة. أعدها الأولى، أي. ولا تصد عن الحوض يوم الدين، تصد عن الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حوض عظيم مسافته شهر، طوله شهر ومسافته شهر، وماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، ترد عليه هذه الأمة ويشربون منه
من كف الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصرف عنه من يصرف ممن هو يتسمى بالإسلام وبهذه الأمة، لأنه صرف نفسه عن الحق في الدنيا فيصرف عن الحوض يوم القيامة. نعم. ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة ولا تزل عن الصراط، هو جسر منصوب على متن جهنم، أدق من الشعر وأحر من الجمر، تمر عليه الخلائق كلها يوم القيامة على حسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم على حسب أعمالهم، تمر بهم أعمالهم. ما يمر بك المال ولا الجاه ولا أنك ولد فلان ولا الملك، هذا ما يمر بك، ما يمر بك إلا عملك على هذا الصراط. قال تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها، يعني النار واردها على الصراط، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا هو المرور على الصراط يوم القيامة، ولا ممر لك إلا بعملك، فأعد لك عملا يمررك على هذا الصراط، وذلك بأن تسير على الصراط الذي في الدنيا أنزله الله في الدنيا، صراط الله وهو القرآن والسنة والإسلام، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا هو الصراط الذي في الدنيا، إذا مررت عليه مررت على الصراط يوم القيامة، وإذا أعرضت عنه فإنك تصرف عن الصراط يوم القيامة. فهناك صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، فمن لزم الصراط المستقيم في الدنيا نجا من الصراط في يوم القيامة، ومن ضل الصراط المستقيم في الدنيا فإنه يسقط من الصراط يوم القيامة. فتنبه لنفسك أيها المسلم. نعم. ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة ولا تزل عنه كما زل عن صراطهم المستقيم في الدنيا من زل. نعم، شوف، كما زل عن صراط الله في الدنيا من زل، فإنه يزل عن صراط الآخرة في النار. الجزاء من جنس العمل. نعم. فعليك بإدامة دعاء الفاتحة مع حضور قلب وخوف. فعليك بإدامة دعاء الفاتحة. الفاتحة، عليك بإدامة دعاء الفاتحة، لأنها كلها دعاء، دعاء عبادة ودعاء مسألة، كلها دعاء، تأملها واعمل بها، تدبرها واعمل بها واعرف معناها، لا تقرأها مجرد قراءة، ولكن تدبر تأمل واعمل بذلك. نعم. مع حضور قلب وخوف وتضرع. تقرأ مع حضور قلب، ما هو بتقرأ وانت غافل، وتقرأ مع تدبر ثم تعمل بذلك، هذا طريق النجاة. نعم.
وأما قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة كمال المحبة وكمال الخضوع والخوف والذل. هذه الآية كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: بيني وبين عبدي، إياك نعبد هذا لله، إياك نستعين هذا للعبد، استعينوا بالله عز وجل. ما هي العبادة؟ قوله إياك نعبد، لماذا قدم إياك على نعبد وهو المعمول؟ المفعول يقدم على العامل. ما هي الفائدة؟ الفائدة الحصر، إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، أو أبلغ من نعبدك. إياك نعبد هذا يفيد الحصر، وهو حصر العبادة لله سبحانه، لأنها حق الله جل وعلا، فلا يعبد غيره، لا يعبد غيره. إياك نعبد أي لا غيرك. ما هي العبادة؟ العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل، هذا تعريفها المختصر، كمال الحب لله مع كمال الذل لله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر، أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان. هذا هو طريق النجاة يوم القيامة. والعبادة هي بالاختصار كمال الحب لله مع كمال الذل له سبحانه وتعالى. وأما تعريفها المفصل كما قال شيخ الإسلام بن تيمية: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، هذا تعريفها المفصل. وهذا كله يدور على الحب والذل لله عز وجل، عليهما فلك العبادة دائر. نعم. وقدم المفعول وهو إياك، وكرر للاهتمام والحصر، للحصر للاهتمام به والحصر، حصر العبادة لله عز وجل فلا يعبد غيره، وحصر الاستعانة بالله عز وجل فلا يستعان بغيره، لأنه هو القادر على الإعانة. نعم. أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك. نعم. نعم. وهذا هو كمال الطاعة. نعم، هذا هو إياك نعبد وإياك نستعين، هو كمال الطاعة. إذا حصرت العبادة والاستعانة في الله عز وجل هذا كمال الطاعة، كمال العبادة. نعم. والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، إلى العبادة والاستعانة. الدين كله بأوامره ونواهيه كله يرجع، كما قال ابن القيم: وعليهما فلك العبادة دائر. نعم. فالأول التبرؤ من الشرك. إياك نعبد هذا تبرؤ من الشرك، إياك نستعين هذا تبرؤ من الحول والقوة، لولا إعانة الله لك لما استطعت أن تعبده. نعم. والثاني التبرؤ من الحول والقوة. نعم. فقوله إياك نعبد وإياك نستعين أي إياك نوحد. نعم. ومعناه أنك تعاهد ربك أن لا تشرك به في عبادته أحدا. نعم، فإذا قرأت قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فقد عاهدت الله عز وجل أن لا تعبد إلا إياه، وأن لا تستعين
إلا به فيجب عليك الوفاء بهذا العهد الذي قطعته على نفسك في كل ركعة من صلاتك. نعم. لا ملكا ولا نبيا ولا غيرهما. لا تعبد ولا تستعين لا بملك من الملائكة ولا بنبي من الأنبياء ولا غيرهما، لأن هذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. كما قال للصحابة: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. هذا رد على النصارى الذين اتخذوا المسيح إلها. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين. النبي يقول لأمته: كونوا ربانيين عابدين لله سبحانه وتعالى بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بسبب تعليمكم للكتاب ودراستكم له كونوا ربانيين، أي مخلصين لله سبحانه وتعالى في عبادته. فالرباني هو العالم العامل، هذا هو الرباني، العامل العالم العامل بعلمه، هذا هو الرباني. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، هذا الذي يأمر به النبي. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. إذن فمن دعا غير الله من الأنبياء والملائكة فهو كافر. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالذي يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح أو ينذر لغير الله، هذا اتخذ إلها من دون الله، وهذا كافر مشرك والعياذ بالله. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فمن أمر الناس بعبادته أو بعبادة غيره فقد أمرهم بالكفر، أمرهم بالكفر. فإذا دعاهم إلى هذا دعاهم إلى الكفر، وإن كان يزعم أنه يدعوهم إلى الإسلام ومحبة الصالحين ومحبة الأنبياء وغير ذلك من الترهات. نعم. فتأمل هذه الآية واعرف ما ذكرت لك في الربوبية أنها التي نسبت إلى تاج ومحمد بن شمسان الذين مر ذكرهم، وهم من أقطاب الصوفية وحدة الوجود، وكانوا موجودين في الرياض قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فلما جاءت الدعوة إلى الله، الله جل وعلا قضى عليهم وعلى دعوتهم وذهبوا إلى غير رجعة ولله الحمد. فأضافوا إليهم الربوبية وأنهم يتصرفون في الكون. غلاة الصوفية يزعمون أن علماءهم وسادتهم ومشايخ طرقهم أنهم يتصرفون في الكون، وأنهم شركاء لله يتصرفون في الكون والعياذ بالله. نعم. حتى قال واحد من العصريين من هذا الجنس إنهم يخلقون الأجنة في البطون، إن هؤلاء يخلقون الأجنة في البطون والعياذ بالله، إلى هذا الحد. نعم. فإذا كان الصحابة لو يفعلونها مع الرسل كفروا بعد إسلامهم، فكيف بمن فعلها في تاج وأمثاله؟ إذا كان الصحابة رضي الله عنهم لو اتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً صاروا كفاراً، فكيف بمن اتخذ تاجاً وشمسان
غيرهما من أقطاب الصوفية أرباباً يتصرفون في الكون ويدبرون مع الله عز وجل. يقول قائلهم: كن ربانياً تقول للشيء كن فيكون. ما يكون ولي عندهم إلا من إذا قال للشيء كن فيكون. هل بعد هذا الكفر؟ كفر والعياذ بالله. نعم. وقوله: وإياك نستعين، يكفي، نقف عندها. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذن معاليكم في طرح الأسئلة وننتقل للإخوة في الرياض إذا كان لديهم أسئلة. الإخوة يتأخرون قليلا، نأخذ أسئلة الحضور وثابكم الله. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، الليلة ليلة 27، وهناك من يعتقد في الليلة أنها ليلة الإسراء والمعراج، فهل من توجيه حفظكم الله؟ الإسراء والمعراج حق، وهو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الله لم يشرع لنا أن نحتفل بالإسراء والمعراج، شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله صحابته، ولم يفعله السلف الصالح. إذن لا يجوز لنا أن نحدث شيئا بعدهم، هذا ضلال. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والعياذ بالله، مردود عليه، في حين أنه لم يثبت تحديد الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج، ما ثبت أنه ليلة 27 ولا غيرها. لو كان لنا فائدة في تحديد هذه الليلة التي حصل فيها لبينها الله ورسوله، فلما لم يأتي بيانها في الكتاب والسنة دل على أننا لسنا مكلفين بأن نبحث عنها ونحتفل فيها، وليس هذا من الدين في شيء، وإنما هو من البدع المحدثة. أولا تحديد الليلة بدون دليل، وثانيا لو ثبت أنها هي ليلة الإسراء والمعراج لم يشرع الله لنا أن نحتفل فيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا: حديث من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه، هل هذا الحديث صحيح؟ هذا معناه صحيح، معناه صحيح، أن من ترك شيئا لأجل الله عز وجل وطاعة لله فإن الله يعوضه بالثواب ويخلف عليه خيرا منه. فأنت حينما تنفق المال أنت تركت هذا المال الذي أنفقته، تركته لله عز وجل وأخرجته، الله يخلفه، وما أنفقتم من خير فإن الله به عليم، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله به عليم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهذا معناه أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، إما بأن يعطيه خيراً مما أنفق، وإما بأن يثيبه ثواباً في الآخرة أحسن مما أنفق في الدنيا. نعم. لكن لاحظ قوله لله، إذا كان ما هو لله وإنما هو رياء وسمعة أو محبة للمدح، إنه لا، هذا خسارة على صاحبه. نعم. ولو كان ملايين لا ينفع صاحبه. إذا كان خالصا لله ولو كان درهم واحد أو فلس واحد هو خير عند الله، والله يضاعفه لصاحبه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أسمع رجلا يقول باستمرار: يا رسول الله خذ بيدي، فهل قوله هذا من الشرك؟ سمعتم الكلام في هذا، أن هذا دعاء لغير الله. لماذا لا يقول: يا الله، يا الله أنقذني، أنجني من عذابك؟ لماذا لا ينادي الله جل وعلا؟ لماذا ينادي الرسول والرسول يقول: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا؟ نعم. ولماذا يسمع قوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا؟ هذا عام للأنبياء وغيرهم، ما نفس تملك لنفس شيء. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل الوساوس الشيطانية التي تأتي للعبد المسلم تعتبر من صريح الإيمان، وما الواجب على المسلم تجاهها؟ الوساوس تأتي على الإنسان، ولكن إذا كرهها وكره التكلم بها هذا صريح الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أحد الصحابة إنه تأتي عليه أشياء يحب أن يتردى من جبل ولا يتكلم فيها، قال صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان. فإذا المسلم جاءته هذه التخيلات أو هذه الوساوس ثم كرهها ورفض أن يتكلم بها فهذا دليل على إيمانه. نعم. أحسن الله إليكم. أستأذنكم في الانتقال لإخوة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأذن فضيلتكم بطرح الأسئلة لدينا في الرياض. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا سائل يقول: هناك من الناس من يتذمر من الجو في المملكة وخاصة في الرياض، فهل هذا يؤثر على توحيد المرء حيث أنه لم يسلم الأمر لله؟ كون الإنسان يكره الحر، كونه يكره هذا هذا ما في شيء، ولذلك الإنسان يطلب الراحة من هذه الأمور، يشتري مكيفات ويعمل أشياء تخفف عنه هذه الأشياء، يعمل الأسباب، هذا لا شيء فيه، كراهية نفسية ما في شيء. أما إذا تسخط قضاء الله هذا هو اللي يكون فيه الخطر على الإنسان، لا يتسخط قضاء الله، يرضى بقضاء الله لكن يتخذ الأسباب الواقية من المكروه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم وضع بعض العبارات مثل ما شاء الله أو أذكر الله على خلفية السيارة ونحوها؟ نعم. هذا سائل يقول: ما حكم وضع بعض العبارات مثل ما شاء الله أو أذكر الله على السيارة ونحوها؟ نعم، يسأل عن الكتابة التي تكتب: وخرت السيارة ما شاء الله تبارك الله، يقصد بذلك دفع العين، هذا لا أصل له، الكتابة لا أصل لها. أما أن الإنسان يأتي بهذا الذكر ويقول ما شاء الله تبارك الله، يأتي بهذا الذكر، هذا طيب ومطلوب، لكن كتابته ما تغني شيئا، وربما يكون هذا من الحروز، ربما يكون هذا من الحروز التي تعلق على الدواب والسيارات ولا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا سائل من الجزائر يقول: هل الوعظ في الولائم العرس مشروع لأنه قيل ببدعيتها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الضرب، الوعظ في الولائم، الوعظ ما هو مكروه، هذا طيب، إذا اجتمعوا الناس في حفل عرس أو في غيره ووعظهم وذكرهم شيء طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع أصحابه في مجلس وعظهم وذكرهم، هذا شيء طيب ويشكرون عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل أيضا من الجزائر يقول: ما حكم إلقاء الدروس قبل خطبة الجمعة
لأنها تفرض علينا من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الأمر سهل في هذا، إذا كانت الدروس علمية وخالية من الخرافات والبدع تلقى قبل الجمعة ما في بأس، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا سائل من المغرب يقول: امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم تزوجت بعد حيضتين من طلاقها، فما الحكم في ذلك بارك الله فيكم؟ هذا يرجع فيه إلى المحكمة للنظر فيه، هل هو الكلام هذا هل هو واقع وما هو واقع، لكن من باب الفائدة نقول المطلقة الرجعية زوجة للمطلق، ولا يجوز أن يتزوجها آخر وهي في العدة، العقد باطل، العقد باطل لأنها في ذمة زوج، ما زالت في ذمة زوج. يا شيخ لا ترى الصوت ما وصلنا في الرياض. شو يقول؟ الصوت لم يصل في الرياض. ما سمع الجواب. شو أسوي به من؟ نعم. أذكر السؤال الثاني. أحسن الله إليكم بارك في علمكم. نختم بهذا السؤال حيث يقول السائل: أقول له مسألة يعيش مع أمه في فرنسا مسألة الطلاق التي تزوجت في عدتها وطلاقها رجعي هذا عقد باطل، لكن لا بد من مراجعة المحكمة للنظر في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. نختم بهذا السؤال حيث يقول: أن الأخ من المغرب يعيش مع أمه في فرنسا وهي كبيرة في السن وليس هناك من يكفلها غيره، ويريد أن يهاجر إلى بلاد الإسلام، فهل عليه أن يهاجر ويترك أمه أم ماذا يفعل بارك الله فيكم؟ لا يجوز له أن يهاجر ويترك أمه وهي تحتاج إليه، بل يبقى عندها لخدمتها والبر بها، وهذا عذر له، هذا عذر له أن يقيم عند أمه، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أولئك عسى الله أن يعفو عنهم، فيعذر في ترك الهجرة مع تمسكه بدينه استقامته على دينه ويبر بأمه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم. نشكر الإخوة في الرياض. هذا سائل يقول: الصوفية يحتجون بهذه الآية الكريمة في سورة يوسف، قال الله تعالى: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. الآية هذه معجزة من معجزات الأنبياء، هذه معجزة هي عامة لكل أحد، أنت لو تجي أعمى وتجدع عليه قميصك، لو تجدع عليه ثياب الناس كلهم ما فتح، هذه معجزة لرسول من الرسل، ما هي بعامة لكل أحد. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما ردكم على الذين يقولون بأنه لا يوجد دليل واضح على أن أحاديث الشفاعة تطبق على الذين لم يتمكنوا من العمل والقول بذلك يأتي من باب التأويل؟ ما فهمت السؤال. يقول بأنه لا يوجد دليل واضح على أن أحاديث الشفاعة تطبق على الذين لم يتمكنوا من العمل، وأن القول بذلك يأتي من باب التأويل. الذين دخلوا في الإسلام ولم يتمكنوا من العمل ماتوا على طول، ما يحتاجون شفاعة، ولما يحتاجون شفاعة لأنهم لا يعذبون على ترك العمل لأنهم لم يتمكنوا منه، لا يحتاجون إلى شفاعة، إنما الشفاعة في من ترك شيئا من الأعمال التي دون ترك شيئا من الأعمال التي دون الكفر ودون الشرك واستحق بها العقوبة، هذا تنفعه الشفاعة بإذن الله، الشفاعة لأنه مسلم عنده معصية مستحق للعذاب، تنفعه شفاعة الشافعين إذا أذن الله، إذا أذن الله بذلك. نعم. أما اللي ما تمكن من العمل
نطق بالشهادتين مؤمنا وصادقا ولم يتمكن من العمل حتى مات، فهذا ما يحتاج إلى شفاعة. نعم. جزاكم الله. يقول السائل: عندنا طلاب علم يقولون بأن امتناع الحامل والمرضع والحائض والنفساء عن الصلاة داخل في التنازل عن واجب، ويقولون بأيضا بأن عندنا طلاب علم يقولون بأن امتناع الحامل والمرضع والحائض والنفساء عن الصلاة داخل في التنازل عن واجب. كيف تنازل الحامل والمرضع عن الصلاة؟ هي الحامل والمرضع تنازل عن الصلاة؟ عليها ويجب عليها تصلي. الحامل والمرضع ما تسقط عنها الصلاة، هذا الحائض، الحائض هي اللي تسقط عنها الصلاة مدة الحيض، أما الحامل والمرضع ما تسقط عنها الصلاة، إن كان هذا قصده في السؤال. أعيد السؤال. قال: عندنا طلاب علم يقولون بأن امتناع الحامل والمرضع والحائض والنفساء عن الصلاة داخل في التنازل عن واجب. هذا خلط، هذا خلط بجهل. الحائض والنفساء نعم ليس عليها صلاة، ما هي بتنازل، ليس عليها صلاة أصلا، الله خفف عنها ما دامت في النفاس أو في الحيض، أما الحامل والمرضع فهذه لا تنازل عن الصلاة، يجب عليها أن تصلي. نعم. وضرب مثلا آخر أحسن الله إليكم، يقولون بأن امتناع الفقير عن الزكاة داخل في باب التنازل عن واجب. الفقير ما وجبت عليه الزكاة حتى يتنازل عنها، فقير ليس عليه زكاة، أنا ما أدري وش هالي صايرة هالأسئلة، اللي صايرها هذا الله أعلم أنه ما عنده فكر. نعم. فضلا عن أن عنده علم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الشباب يرتدي ثوبا فوق الساق وقريبا من الركبة، فهل هذا من السنة؟ السنة أنك تلبس مثل لباس المسلمين في البلد ما دام أنه فوق الكعب، ما دام أنه من الكعب فما فوق، وأن الناس معتادين هذا اللباس لا تخالفهم، وتلبس إلى نصف الساق أو إلى حول الركبة وتخالف أهل البلد وتصير شهرة بينهم، ربما يتهمونك بالتطرف وبكذا كما نسمع. الحمد لله أهل البلد على سنة، لأن السنة إلى الكعب كله سنة، فإذا أخذ أهل البلد ببعض السنة كن معهم ولا تخالفهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك من يقول أن الجن لا تتلبس بالإنسان وأنها عبارة عن أوهام وعن أمراض نفسية، فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام، وهل عقيدة هذا الرجل صحيحة؟ هناك أمراض نفسية عصبية بلا شك، وهناك مس من الجن، فلا ينكر مس الجن، وقال كلها أمراض عصبية ونفسية موجود هذا وهذا، ومس الجن واقع ومعروف، وفي القرآن: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، تخبطه الشيطان من المس، القرآن جاء فيه المس، وهذا ينكر المس، أو منكر لشيء من القرآن ومنكر للواقع أيضا، شيء معروف هذا. نعم. أثابكم الله. شاب من أقاربنا ذهب لساحر ليتعالج من العقم، وهو يعرف تماما حكم الذهاب للسحرة، ولكنه يقول: أجبرني والد زوجتي على ذلك، فماذا يكون موقفنا منه؟ هل نقاطعه أم نتواصل معه؟ لا يجوز له أن يطيع والد زوجته ولا يجبره على هذا، فليس بمعذور، ذهب إلى السحرة كفر، فلا يجوز، ولا يتعالج بالسحر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تداووا بحرام، والسحر أعظم الحرام لأنه كفر بالله عز وجل، فلا يجوز لك أن تطيع أحد في هذا. نعم. وأنتم عليكم النصيحة له، تذكيره لعله
يتوب ويتراجع عن هذا الشيء. نعم، فإذا لم يتراجع عليكم بهجره وتركه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم، هل يعتبر غير التداوي بالدواء عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ولا يتطيرون، هل يثاب عليه المسلم وهل يتداوى المسلم أم لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لا تداوى، قال تداوى ولا تداوى بحرام، وقال ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التداوي، وإنما بيّن أن هؤلاء الصالحون تركوا أمورا مكروهة وهي الكي، الكي مكروه، ما هو محرم لكنه مكروه لأنه تعذيب بالنار، وتركوا سؤال الناس الرقية لأن هذا السؤال للناس وذلة للناس، هذا مكروه أن الإنسان يسأل الناس، يستغني عن الناس ويرقي نفسه هو، لا يحتاج أنه يسأل الناس. وأما التطير فهو شرك، التطير فهو شرك، وليس للإنسان فيه إلا الضرر، ليس فيه فائدة، فهو محرم وليس بمكروه، خلاف الكي والاسترقاء هذا جائز لكنه مكروه من باب الاستغناء عن الناس ومن باب ترك التعذيب بالنار. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل يوجد كتب الفراسة وينص فيها إذا كان طويلا فإنه يدل على كذا وكذا أو قصير وهكذا، هل هذا فيه أصل صحيح؟ لا، هذا تخرص، والفراسة ليست كذا، الفراسة شيء يعطيه الله بعض الناس زيادة تفرس في ملامح الشخص وأعماله يتفرس فيه، قد تصدق هذه الفراسة وقد لا تصدق. نعم. أما أنه يوضع فيها كتب هذا لا أصل له. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، يقول السائل ما حكم القيام للقادم لمصافحته أو تقبيله كما هو دارج عند كثير من الناس اليوم؟ لا بأس القيام للشخص لأجل السلام عليه، لا بأس، إنما القيام تعظيما له، ما هو من أجل السلام عليه، وإنما يقوم تعظيما له، هذا هو المكروه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يحرم الولد من ميراث والده إذا توفي الوالد بحادث سير وكان ذلك الولد هو من يقود السيارة كلاهما في سيارة واحدة؟ إذا كان الولد مفرطا في القيادة مدانا فيها فإنه لا يرث لأنه قاتل خطأ، والقاتل لا ميراث له. أما إذا لم يكن منه تفريط ووقع الحادث بدون تفريط منه فهذا لا يمنعه من الميراث لأنه ليس مدانا في الحادث. نعم. أحسن الله إليكم، تكملة السؤال يقول هل هناك أحوال منع من الميراث؟ رق وقتل واختلاف دين موانع أسباب ويمنع الشخص من الميراث، واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين. فموانع الميراث القتل، هذا واحد، والثاني الرق وهو المملوك، والثالث اختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. أثابكم الله، يقول السائل هناك من يقول أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تبلغه وإنما يبلغه أجرها، فما رأيكم في هذه العبارة؟ هذا خلاف الحديث، الحديث فيه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه بواسطة ملك، وكل الله ملكا يبلغه سلام أمته. نعم. أثابكم الله، ما حكم قراءة أكثر من دعاء استفتاح في الصلاة، وهل المشروع قراءة دعاء واحد من الأدعية المشروعة؟ لا يعدد الاستفتاح في صلاة واحدة، وإنما يأتي باستفتاح واحد من الوارد، ولا يجمع بين استفتاحين أو ثلاثة، هذا خلاف السنة.
لكن كونه هالمرة يجيب نوع والمرة الثانية نوع آخر لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن الأصل في تفسير الصحابي أنه من رأيه، لأنه لو كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأخبر الصحابي بذلك؟ هذا قول باطل. يفسرون أجمعوا على أن تفسير الصحابي يعمل به لأنه تتلمذ على الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه تفسير القرآن. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما هو الضابط في معرفة حادثة العين كما يقول بعض أهل العلم؟ ما هو الضابط في معرفة حادثة العين كما يقول بعض أهل العلم أن الحادثة الفلانية لا يحتج بها لأنها حادثة عين؟ حادثة العين التي لا عموم لها، حادثة العين هي التي لا عموم لها، ما فيه لفظ عام، فهذه لا عموم لها، تختص بما وقعت فيه فقط. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: هل يجوز أكل القات؟ نرجو التوضيح، لأن الذين يأكلونها يقولون أنها حلال ولا دليل على تحريمها. القات مفتر من المفترات، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. والقات كما يذكر عنهم أنهم يتعاطونها ويتركون الصلوات في أوقاتها، يخزنون، يسمونها التخزين، ويتركون الصلاة، تمر عليهم أوقات ما يصلون وهم جالسين مخزنين، وهي أشد من الدخان، القات أشد من الدخان تحريم. نعم. لها سؤال أيضا تقول: أثابكم الله، أنا متزوجة وزوجي يلح علي في التستر وعدم رفع الصوت عند الرجال وغيرها الكثير، فهل ما يفعله صحيح؟ نعم، التستر هذا واجب، وما يأمر به من التستر هذا أمر بالمعروف، وكذلك رفع الصوت عند الرجال من غير حاجة هذا لا يجوز، لأن صوت المرأة فتنة في الغالب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عملت عملية في أنفي وبعض الأحيان يخرج من أنفي دم، هل هذا يؤثر على الصوت؟ لا، هذا ليس باختيارك، إذا خرج منك دم ولو دم كثير بغير اختيارك هذا لا يؤثر على الصوت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس يقومون بعد صلاة الفجر والمغرب بجمع كفيه وقراءة آية الكرسي والمعوذات ويمسح وجهه وجسده، هل هذا الفعل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أداء الصلاة؟ لا، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد عنه عند النوم أنه كان يجمع كفيه ويقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين ويمسح بهما ما أقبل من جسده عليه الصلاة والسلام، هذا عند النوم، ما هو بعد الصلاة. الصلاة يقرأ هذه السور بدون مسح، بدون قراءة في الكفين. نعم. أثابكم الله. رجل طيب رأسه قبل الإحرام ثم وقع الطيب على الإحرام قبل التلبية والإحرام، لا بأس إذا طيب بدنه وأحرم ثم رائحة الطيب أو الطيب نفسه حمله العرق وصار في الرداء أو في الإزار، لا يضر هذا، إنما الممنوع أنه يتطيب بعد الإحرام تطيب، أما إن فيه طيب من قبل وصار في تأثر به ملابس الإحرام بسبب عرق أو ما فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب لإحرامه قبل أن يحرم، قالت عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم استخدام العطور النسائية للرجال، هل هو من التشبه؟ العطور الخاصة بالنساء لا يستعملها الرجل، وكذلك العكس، الخاصة بالرجال لا تستعملها المرأة. نعم.
وطيب الرجل هو ما ظهرت ريحه وخفي أثره، طيب المرأة بالعكس ما ظهر أثره وخفيت رائحته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا: لدي أرض نويت أن أقيم بقيمتها مسجد، هل عليها زكاة؟ إذا نواها للمسجد ما عليها زكاة لأنها أصبحت وقفا. نعم. يظهر الشيخ يبغى يبيع. إذا عدل عن بناء المسجد تكون زكوية، لكن إذا استمرت نيته أنها للمسجد ليس فيها زكاة. نعم. أحسن الله إليكم. من سعت في طلاق نفسها بسبب رفضها للتعدد عن طريق المحكمة، علما بأن لديها، يقول من سعت في طلاق نفسها بسبب رفضها للتعدد عن طريق المحكمة، علما بأن لديها من زوجها أبناء، فما حكم سعيها ذلك؟ المحكمة لن تمكنها من ذلك، لأن التعدد أمر جائز أباحه الله سبحانه وتعالى، إلا إن كانت شرطت عليه عند العقد أن لا يتزوج عليها، فلها حينئذ أن تطالب بالشرط. أما إذا لم تشترط فلا تمنعه، وليس لها حق في محاكمته. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا كان الإنسان في سفر أو عمل ثم تأخر إلى قرب الفجر ولم يستطع مدافعة النوم واشتد عليه السهر قبل صلاة الفجر، فماذا يعمل؟ هل يصلي قبل دخول الوقت؟ لا، الصلاة قبل دخول الوقت لا تجوز، ولو أنه نام شوي نوم يسير يخفف عنه ثم قام وصلى يكون هذا هو الواجب عليه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل تصح قراءة القرآن نظرا بدون صوت جهوري، أي بتحريك الشفتين؟ نعم، لا بس يقرأ القرآن سواء رفع صوته أو لم يرفع صوته، المهم أنه ينطق، أنه ينطق ولو نطقا خفيا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف المسبلي سواء كان إماما راتبا أو غير ذلك؟ الصلاة في حد ذاتها صحيحة، لكن ينهى عن الإسبال لأنه مظهر سيء ومجاهرة بالمنكر. الصلاة إذا وقعت فهي صحيحة مع إثمه، يأثم على ذلك، وإذا كان مصرا على الإسبال لا يمكن من الإمامة، لكن لو جيت وهم يصلون والإمام مسبل لا تترك الجماعة، صل معهم مع مناصحته بعد الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.